أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية أن التوجه نحو إنشاء وتنفيذ المدن الإسكانية الحديثة هو هدف تضعه الحكومة الموقرة نصب عينها للارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للأسرة البحرينية. وقال معاليه إن ارتفاع عدد المدن الإسكانية النموذجية من 2 وهما مدينتا عيسى وحمد إلى 5 مدن قيد التنفيذ في جميع محافظات المملكة ومراعاة تزويدها بجميع مقومات الخدمات والمرافق ما هو إلا دليل على رغبة الحكومة الموقرة في استمرار نهجها الراسخ منذ 60ات القرن الماضي في توفير سبل العيش الرغيد للمواطنين. جاء ذلك خلال زيارة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إلى مشروع المدينة الجنوبية، حيث ترأس معاليه اجتماع اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بحضور أصحاب سعادة الوزراء أعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة، حيث تم تخصيص الاجتماع للإطلاع على سير العمل في المشاريع الإسكانية عموما ومنها البرنامج الزمني لمراحل جاهزية الوحدات السكنية في المدينة الجنوبية والتي ستوفر أكثر من 4500 وحدة سكنية. وقد أشار معاليه إلى أن المشروع يعتبر ركناً أساسياً من أركان تنفيذ الأمر السامي لجلالة الملك المفدى ببناء 40,000 وحدة سكنية، والتي يندرج من بينها توفير 25,000 وحدة سكنية في برنامج عمل الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء ومؤازرة سمو ولي العهد. كما اطمأن معاليه على تزامن تنفيذ الوحدات بالتوازي مع تنفيذ أعمال البنية التحتية، الأمر الذي يعكس التزام الوزارات والجهات الحكومية الخدمية بتوجيهات اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بتكثيف التنسيق والتكامل بينها. وأعرب معاليه عن جزيل شكره للصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية على دعمها وتمويلها السخي للمشاريع الإسكانية ومشاريع البنية التحتية الأخرى التي يجري تنفيذها في البحرين ضمن برنامج التنمية الخليجي، موجها شكره في الوقت نفسه لسعادة وزير الإسكان ومنتسبي الوزارة على جهودهم المبذولة بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الخدمية الأخرى لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في التعاطي مع الملف الإسكاني. أشكرني اليوم أن أكون معاكم في هذا الموقع، وفي الواقع ما شاهدناه اليوم من إنجاز بالنسبة إلى التخطيط وبالنسبة إلى تنفيذ في هذا الموقع والمواقع الأخرى أيضا، ولكن هذا الموقع حسب ما شاهدناه بالعين شيء نفتخر به ونهنئكم عليه، نهنئك الأخباسم عليه ونهنئ جميع العاملين في وزارة الإسكان عليه وجميع الأخوان العاملين في الخدمات اللي استطاعوا التعاون معاكم أن ينجزوا هذا العمل. التخطيط كما شاهدته اليوم يعني أكثر من رائع، أخذ في الاعتبار جميع المتطلبات الساكنين والسيارات وحتى الدراجات أيضا أخذت خفية، الأحياء ومحيطها ووجود متنفس للناس في وسطها اللي هي الحديقة اللي شاهدناها اليوم وطريقة تنفيذها في الواقع أدى إلى منظر جميل بالنسبة إلى هذا التصميم. ولا شك أن اهتمام وزارة واهتمام حكومة البحرين بمشروع مشاريع الإسكان وظاهر للعيان، ففي كل موقع الآن وفي كل أنحاء المملكة نرى مشاريع إسكانية، ونتمنى للمواطنين إن شاء الله اللي بيسكنون هذه المساكن أن تكون مساكن خير لهم وأن يحافظون عليها، لأنها في الواقع هي في أعلى درجات التنفيذ وأعلى درجات الجمال كما شاهدناها اليوم، وشيء تفتخر به البحرين بالكل. أهنأكم مرة أخرى وأشكركم على اتاحة فرصة لنا اليوم لزيارة هذا الموقع حتى نشاهده عن قرب.